ورحت لقيت ان المساعد اللي طالبينه علشان يغسل بعض الزجاجيات ويمسح بنشات وحاجات من هذا القبيل. فالحقيقه انا اول ما رحت صعب عليا نفسي جدا ازاي اعمل في هذا المكان، اغسل الزجاجيات وامسح البنش وانظف مكان الساده الباحثين اللي كانوا موجودين في هذا المختبر تابع شركه البترول. الحقيقه بعد اسبوعين لاحظ احد الباحثين ان انا اقوم بعمليات الوزن واحضر له كل شيء بترتيب، فاعطاني الفرصه للعمل معاه كمساعد حقيقي. وساعتها بدات انجذب كثيرا لعلم الكيمياء الذي لم اكن ابدا متفوقا فيه، واحببت هذا العلم والحمد لله تفوقت في هذا العلم في مرحله الدراسه. لا ادري ماذا حدث بعد ذلك، ولكن في مرحله الدراسه تحديدا. والحقيقه ده اللي انا بحاول اقوله لحضراتكم ولجميع الخريجين اولادنا، انه الامل دائما في انك تجد فرصه وتكتشف فيها ماذا تستطيع ان تفعل. وحتى تستطيع ان تفعل ذلك يجب ان تحدد اهدافك، وبعد ان تحدد اهدافك ممكن تشغل السلايد على طول. الاول اسال نفسك، حاسب نفسك وقوم بتقييم نفسك، وكل ده لازم تعمله مع نفسك الاول قبل ما حد يحاسبك. النقطه الثانيه، تفضل. اليقظه دي يقظه شهيره جدا بتتحط علشان نعرف اذا كان المستقبل القادم، هل المستقبل بعيد ام قريب؟ الحقيقه المستقبل قريب، ممكن ان يكون بعد لحظه، وممكن ان يكون بعد يوم، وممكن ان يكون بعد بضع ايام. فالمستقبل قريب منكم، وهذا المستقبل يبدا من يوم التخرج عندما تنفتح لك ابواب العمل. وزي ما حوالي حضراتكم تفضلوا، لا تعطي فرصه للظروف لتتحكم فيك. اذا كانت الظروف سيئه اعلم تماما انك تستطيع ان تتحكم في الظروف اذا كنت تملك الاراده، واذا كنت تملك العزيمه، واذا قمت بتخطيط جيد لحياتك. تفضل. طبعا كلنا نسمع عن نظريه الجرافيتي او الجاذبيه الارضيه. الجاذبيه الارضيه ممكن توقعنا زي الصوره اللي على اليمين، والجاذبيه الارضيه ايضا اكتشف بها اسحاق نيوتن نظريه الجاذبيه. يعني نفس النظريه تستطيع ان تؤدي بك الى وقوع، لكن المهم ان الواحد يستفيد. ويمكن ايضا ان تذهب بك بعيدا وان تكون مكتشفا او عالما. فلا ترفع الرايه البيضاء ولا تستسلم. تفضل. هناك شعار عن كليه العلوم وخريجيها، انا بحب الحقيقه احطه دايما لما كنت في مناسبه مثل هذه المناسبه التي اشرف بها دائما ان اكون فيها معكم. لا يكاد يكون يوجد اي مشكله في الحياه لا يستطيع العلم تقديم بعض المساهمه فيها. فايه راي حضراتكم ان كل المجالات المعروضه قدامكم من مجالات تعدين لبترول لمصانع لمستشفيات لمصانع بتروكيماويات او كيماويات، ثم ايضا المجال البحثي كلها مفتوحه امام هذا التخصص. وانا اذكر في احد المناسبات في احد الاجتماعات مع بعض الساده العمداء من كليات مختلفه قالوا هذه بالحرف، خريج كليه العلوم يستطيع ان يعمل في جميع المجالات. وانا الحقيقه لا استطيع ان يكون عندي كلمات اخرى اكثر من ان اتمنى لكم كل توفيق وكل ازدهار. وانا الحقيقه شرفت بان اكون معكم في هذه الفعاليات ومشاركا، وان تحمل هذه الدفعه اسمي، وان يكون حاضرها العديد من الساده الزملاء والعملاء. ووفقكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.